فإن قال قائل كيف تبين هذا المعنى وأنت تقول الحديث ضعيف؟ ما الجواب يا إبراهيم؟ طيب يا محمد ايش؟ يعني ان هذا قال الاخ ان معرفه معناه تنفع اذا وقفت على من صححه، فمن اهل العلم من يرى هذا الحديث ثابتا، لكن الاقرب انه ضعيف. هذا الجواب الاول. والجواب الثاني ايش؟ لماذا؟ قل أخونا الجواب الثاني أن عادة أهل العلم جرت على شرح الأحاديث الضعيفة. لا تجدون أحد شرح كتاب قال أنا أشرح الصحيح الضعيف ما أشرحه، ما تجدون أبدا، لأن المقصود بيان المعاني الصحيحة وإن ضعفت الألفاظ المروية فيها. فالمعنى هذا صحيح، المعنى هذا صحيح، أن العبد يؤمر بإحراز ما فاته من الكمالات وما يتوقاه من السيئات. فتارة تكون المعاني صحيحة وإن كانت الألفاظ التي رويت في ذلك الحديث ضعيفة. السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله طائفة منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم.